موقع ما كانت تحدثت الأخصائية والمعالجة النفسية سونيا جبيلي قبيلة بشوية وتحدثنا على جائحة كوفيد اللي تقريبا زاد الاهتمام بمفهوم التطوع والعمل التطوعي خاصة عند الناس اللي ولاو جينيرالمون عندهم وعي بالفوائد والأثار الإيجابية خاصة على الشخص المتطوع. ممكن ينجموا ما يفيقوش بها برشا عبيد لكن بعد من خلال التصرفات متاعه ومن خلال حتى كالصداع على الشخص هذيك في حد ذاته من خلال التصرفات. وزاد كيف كيف اللي قبيلة بشوية تحدثنا حتى على التحصيل الدراسي ونجم زيد التحصيل المعرفي متاعه اللي نجم يتطور ويتطور جدا. وقلنا في هذا الإطار سونيا معناها فما بعض الأولياء اللي واعيين بالشيء هذا وبعض الأولياء اللي مقصين صغيراتهم مالوغوزمو. هذا اللي نحبوا احنا اليوم الرسالة اللي نحبوا نوصلوها لهم خاصة تأثيرات الأعمال التطوعية على الصغيرات متاعنا. ومحليها سونيا حاجة كي تبدأ جاية عن طوعية من الشخص في حد ذاته يكون شيخ على الحاجة اللي قاعد يعمل فيها ديجا. important quand nous l'initiative donc le défi est qu'on défi est ذاتية وفردية معناها يقول لك ساعات هما من اللون نعرفوا اللي صغيرات معناها اللي عمرهم تتراوح ما بين 6 و 10 سنوات ديما عندهم لسبري كومبيتيتيف دونك ديما في يحسوا روحهم في مسابقه شكون يغلب في تنافس ديما دونك ذيك الخصوص من بين خصوصيات المرحله العمريه نتاع الصغيرات هذوما. دونك لو فيت انت تشجعهم وتقول لهم راه فما برنامج كيف ما هكا وفما طريقه كيف ما هكا تبرز بها روحك باش تعمل بها حاجه. دوك هما الكلهم باش ينخرطوا على خاطر اسباب دافع الاولاني هو المنافسه. ومن بعد وتيره واعاده مثل هذه الـ 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 الاعمال التطوعيه تخليه منها يكتسب برشا حاجات. دوك حتى لو كان غيالمون مش باش يلقى تشجيع لكن باش تخلي بصمتها الاعمال هذيك باش تخلي بصمتها على تنميه شخصيه الطفل باش يولي هو بدوره بعد باش يولي عنده سكون ابيل لا فورت بروبوزيسيون يولي هو يتعلم قوه الاقتراحات. دوك هو يولي يقترح في حاجه معينه يولي يحب معناها ينخر معناها يحب يشارك بلوتو حتى في القرارات داخل البيت معناها باش نلون وحيط باش نبدلوا. هنا ما نجمش يقلق الاولياء خاطر احنا نعرفوا حتى من ناحيه الاعمال المنزليه البسيطه نلقاو الام حتى نلقاو ولدها ولا بنتها يحب يشد معها باغ اكزومبل نقولوا حاجه بسيطه لمصالح يحب يجلس معها تلقى الرد السريع والصد خلينا نقولوا من الام والبو من خلال الاعمال هذوما تخاف على تقول لك ليه مش يضيع لي الوقت ليه باش يكسر لي المعون كما كنا نتحدثوا في قبل فوالا وما تخليش صغيرها. قداش الامباكت هذايا معناها تاثيرها على الصغير من ناحيه الشخصيه نتاعو من ناحيه حتى هو الانيشيتيف تاع الاعمال التطوعيه هو باش تردو تو سامبلومون طفل ذات شخصيه اتكاليه شو اللي ما عادش ينجم يعمل على روحه ما يعرفش اصلا حتى كيفاش يعمل على خاطر نعرفوا نحن باش توصل الاستقلاليه وباش توصل المسؤوليه هذاك الكل يلزم ندربوا عليه من نحن صغار. حكينا فيها مساله المسؤوليه افكتيفمون. دونك انت اون فان كون تصور انت كل صغير يجي يحب يكتشف ولا يحبك الحاجه هذيك كيفاش تتعمل ولا كيفاش تتقد ولا يحب يعاون انت تقصيه تقول له ليه 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 اقعد بدافع كون كسوا يتلهى في قرايته خير والا ليه طي تعبني ولا طي كسر لي ولا طي زيدي بالبزلي ولا نزرب ولا الوقت اتتيرا. دونك هذوما الكل قاعدين نخترقوا في اعذار ديفو دونك اعذار غير حقيقيه نصنعوا ديفو في الاعذار على خاطر حتى عذر اليوم ينجم يبرر كونه صغيرك ما يشارككش في الاعمال المنزليه وما يشاركش روحه ديجا باش يكون مستقل بذاته. دونك هذايا مهم ومهم جدا. دونك من بعد ما عادش نجم تتشكى من صغيرك في ما يحبش يقرا وحده في مش مسؤول مش ليه يبدبشو ما ينظمش بيته ما نعملش عليه باش يمشي يقضي لي باش يمشي يعاوني كي راني متقلقه ما نجمش يعاوني كي راني مريضه ولا حاجه ما تعملتش ما يعملهاش كل شيء يعمل عليا انا اتسيتيرا. دوك هذوما من جراء كونه من الصغرى نحن ما عطيناهمش فرصه باش يكتسفوا باش يتزرع فيهم حب الاكتشاف حب المعرفه. لو فيت اول مره كي يعمل حاجه تكون مش كيف ما انت تنتظرها مي سي نورمال على خاطر لازمك ما تحطش روحك في نفس المسافه نتاع صغيرك. صغيرك مهما يكون العمر نتاعو ونمو الذكاء نتاعو ونمو الشخصيه نتاعو ونمو الفكري نتاعو ما تنجمش تحاسبه كيف ما انت في العمر هذاك اللي ما اكبر. دونك انت في النضج في اكتساب المهارات ايتترا وهو في التعلم. دونك عادي كي باش نتعلم راهو باش يخطئ وفي الخطا نتاعو يقع تثمين المجهود وتصحيح الخطا. دونك انت تجي تقول له هاو علاش انت ما وصلتش النتيجه هذه على خاطرك ما عملتش هكا اجا ندربك عليها تولي هو يعمل بالصحيح. فوالا تو نحكيو في النقاط الاخرى. سونيا ما حاضر معنا تليفون نقولوا له مرحبا. السلام عليكم وصحة فطوركم. وعليكم السلام. مرحبا بك يا مهران.
يعيشك ربي يبارك لكم ان شاء الله. محليه الموضوع مدام برافو مدام مريومة، ولا يستغرب الشيء من مأتاه. أمور وقتي راح مدام سونيا للأمانة راهو للأمانة معناها مرحبا بك. أي مرحبا بك دكتورتنا الجميلة، صح فطورك. أهلا وسهلا، يعطيك الصحة، صح فطور. يعيشك ربي يبارك لك. الموضوع حلو صح صراحة. موضوع وقديشنا احنا في حاجة ليهم المواضيع هذوما، خاطر كما قاعدين نشوفوا في التوف اللي قاعدين نعيشوا فيه، آخر اهتمامات العبد هو إنه يعاون خوه ولا يعاون جاره ولا يعاون أي إنسان كان. باش نحكي في النقطة الأولى ساعة. هو العمل التطوعي ساعة هذا واجب، ديننا يفرض علينا الشيء هذا، والعمل التطوعي راهو يفرض علينا ديننا ويفرض علينا واجبنا الإنساني. دونك لهنا الانسان كي باش يعمل عمل تطوعي راهو ماهوش باش يستنى في مقابل، خاطر هذاك الدين يفرض عليك انك انت تعمل الحاجات هذيك. اثنين، العمل التطوعي راحه نفسيه ما تتخيلهاش. يجرب اي انسان يعمل حاجه هكا مزيانه ويشوف من بعد قديش يرتاح وقديش يتفرهد، حتى كي تبدا عندك مشاكل الدنيا الكل تعمل حاجه بسيطه تتفرهد سبحان الله. علاش؟ لأن الله الغيور. وقت اللي أنت تعمل حاجة بسيطة شنو يقول الله سبحانه عز وجل على عرشه؟ يقول أيها العبد هل أنت أحن علي من عبادي؟ اعطوه أضعافا، لأن الله غيور. يعني شوف أنت شو عملت سانتي باش يعطيك 10 سانتي، باش يعطيك راحة نفسية كبيرة كبيرة برشا. صلب الموضوع اللي أنتم تحكيوا فيه، كيفاش باش نعديوا لصغارنا؟ صغارنا هو المفروض الساعة الحاجة ذي راهي ما تتعلمش. إذا كان أنت تعمل في نشاط تطوعي ولا أي حاجة تعمل فيها، يلزمك تشاركه معاك. كيفاش باش تشاركه معاك؟ تهزه معاك، خليه يكتشف، خليه يتفرج، ما تقول له حتى حاجة، خليه هو اللي يكتشف الحاجة. وقتاش يكون الرول متاعك أنت؟ وقت اللي هو يسألك عليك الحاجة هذيك، قل لك ماما شنية الحاجة ذيك وعليش عطينا ولا عليش عملنا. وقتها انت تتدخل، وقتها انت اول حاجه مش تفهمها له هو واجبه الديني، خاطر هو مسلم بالاساس، ومن بعد علاش عملنا الحاجات هذيك وقديش مش تفيدنا في حياتنا. هو صغير راهو يتعلم العمل التطوعي ملي مازال في داره، خاطر واجب عليه انه يعاون اخته، يعاون امه، يعاون بوه، يعاون حتى روحه. يعني ملي هو صغير يلزم تتزرع فيه الحاجه هذه بدون ما نمليوها عليه ولا نفرضوها عليه. خليه هو صغير راهو ديما نقوله يكتشف، كل ما يكتشف وتصير اهتمامه حاجة وقتها الرول متاعك، خاطر هو وقت يهتم بالحاجة يحب يلقط وقتها، مش يلقط منك الكلام ومش يفهمه ومش يحطه في راسه. وقت اللي انت باش تجي تقول له اعمل واعمل واعمل، راهو ينجم ما يقبلش من عندك، راهو ينجم كأنك تصب في الماء في التراب. وقتاش الصغير يقبل المعلومة 100% تتخزن عنده؟ وقت اللي هو تصير اهتمامه ويسأل عليها. فوالا، دونك معناها تحب معناها انت مهران، وهذا ممكن حتى تعاملاتك مع صغيراتك اللي تخليه هو اللي يراقبك اذا كان فما حاجه هكا جلبت انتباهه، دونك يطرح السؤال عليك وقتها تدخل انت الاولياء. واضح، انت الرول نتاعك شنو؟ تثير له الاهتمام فقط، خليه يركز معاك بطريقه غير مباشره. وقتاش انت تتكلم؟ وقت اللي هو يسأل ويبدأ اهتمامه مشغول بهك الحاجة ذيك، وقتها راهو مش يقبل الصغير وبش يكبتي وبش يخزن. خلي في إطار التفاعل معك مهران في النقطة هذية مع الأخصائي والمعالجة النفسية سونيا. لهنيك كي يبدأ الصغير دجا معناها عنده قوة الملاحظة وعنده الثقة في روحه، كي بش كي يسأل يلقى إجابة. دونك اما جينيرالمون الصغير اللي يتربى على اساس كونه فضوله غير مقبول، يلزمه ما يسالش على حتى شيء، دونك يلزم ياخذ الحاجات مسقطه كيف ما هي. دونك لهنا باش يكون صعيبه عليه كونه حتى كي باش معناها باش يكون صعيبه عليه حتى باش يقوم بعمليه الملاحظه، باش يولي ما عندوش الحق باش يثبت بالباهي، ما عندوش الحق باش يخزن، ما عندوش الحق باش يكتشف ايتترا. لهنا تفرق الاساليب التربويه، راهو مش كل مش الصغار الكل عندهم نفس الدرجه من الوعي، على خاطر الوعي هذيك راهو ما يجيش من فراغ، يجي من الطريقه اللي تربي بها صغيرك اللي تخليه كونه يلاحظ يسال، كي يسال حتى على حاجه بتتخ ما هيش مهمه بالنسبه لنا احنا كبار ولكن نعيروا لها الاهتمام لازم، خاطر وصل يسال عليها. دوك اكيد فما حاجه اللي خليته باش يسال عليها ونحن لازمنا نجاوبوا على الكيوريوزيتي هذيك.
دونك لهنا انت والاليات التربويه والاساليب التربويه نتاع الوالدين، على قد ما الوالدين يعطيو اكثر مساحه للاكتشاف ولل وانا باش يكون تلقائي الصغير باش يكون عفوي، كي تجي سؤال يسالو ما يحسبهاش السؤال هذاك اسكو باش يقلق ما يقلقش، جاوبوني عليه ما جاوبونيش عليه، بكشي ناكل عليه تريحه، بكشي ناكل عليه كلمه سافا با تقلقني في شخصيتي، بتتخ معناها باش نتهان فيها ايتترا. دونك هذوما من الصغيرات اللي معناها تكون تربيتهم تربية إيجابية، دوك بسي نورمال كونك أنت مش كل شيء باش تقوله عليه، خليله هو المساحة باش يكتشف معاك، باش يزيد تجلب له انتباه، وقت اللي يسألك وقت تنجم تجاوب. لك فما صغيرات هنا للأمانة اللي هما ما عندهمش نفس الحظوظ وإلا نفس الطريقة بتاع الوالدين اللي يتربيوا بها، دوك أني أوبليجي نحن ككبار باش أنت تزرع فيه الحاجة هذيك وتعلم هيلو على خاطر هو فقدها، وتحاول تنمي جستمون الحب الاكتشاف نتاعو باش تحكي له، باش توظف له، باش تقول له اجا معايا نعملوا هكا، هاو علاش لازمنا نعملوا هكا، وتوضح له الصوره اكثر باش هو ينخرط فيها. مهلا مدام. وحاجه لزياده على كلامك ما شاء الله، هو الصغير كيفاش يكتسب الاهتمام بالحاجه؟ من وقت راجل داير بيه من بوه ومن امه، هذا هو وقت اللي يشوف بوه يعير اهتمام افكتيفمون فوالا. يعني راهو ديما صغير أساس التربية متاع الصغير هي لونتوراج. يعني الإنسان ديما يخزر للي بجنبه، إذا كان لقى أم وبوه مهتمين ويعملوا في برشا حاجات راهو الصغير أوتوماتيك مورون باش يسأل. إذا كان الصغير سأل راهو أكل المعلومة هذيك صحيح باش تتفرق في مخه، ما عادش باش تتنحى. خاطر هو لاحظها وشدها في مخه، قعد يخمم فيها، بعد ما سي خمم فيها لقى السؤالات، لقى التساؤلات اللي باش يطرحها، دونك كلكو بار تخزنت معلومه، وهو جوست من بعد باش يخزنها بطريقه انجع لكاليتي نتاع الميموريزاسيون نتاع الانفورماسيون، جوده التخزين المعلومه هو اللي باش يفرق من بعد باش ما ينساهاش، وطريقته هو وكل صغير وطريقته ويتبنيها كفكره ويولي يتعامل بها كسلوك. صباحني قصيت عليك سي مهرة. اي اسمح بالعكس، فما حاجه اخرى مدام، يلزم الصغير كي يسالك على الحاجه هذيك تحكي له على الحاجه هذيك بالذات وتحكي له على الفوائد نتاعها. دونك الكادوات اللي احنا باش ناخذوهم اول حاجه من عند ربي شنوما، سنين شنو باش ناخذو في الحياه، غادي انت صاي ضمنت 100% على المعلومه اللي هي ترسخت خاطر الصغير راهو مادام قاعد يكتشف راهو ما تنجمش تفرض عليه حتى حاجه. هذا حديثي انا اللي قاعد مقتنع بيه 100%. علاش؟ يكفي اني انا ناجح معايا، يمكن ما ينجحش مع ناس اخرين، لكن انا الحاجه كي تنجح معايا نحاول اني نوصلها يمكن تمشي مع انسان اخر. فوالا هي قالت لك سونيا ديجا معناها اللي ماشي الطريقه نتاعك تمشي مع بعض الصغيرات، وزيد عطات اون كونتر بارتي الصغيرات اللي مالوغوزمون، ولكن سونيا حتى في حديثك معناها اللي تنجم تكون معناها بفعل الاولياء هما مالوغوزمون الصغيرات، دونك التراجع نتاع القدرات نتاعهم. بيان سور راهو الصغير هو يتولد تابلو غاز، معناها ورقه بيضه، خلينا نقولوا ورقه بيضه. دونك انت شنو باش تعبيها الورقه هذيك؟ دوك باش تعبي فوائد، دوك باش تلقى الفوائد، باش تعبي مضراتك باش تلقى المضرات، هذيك هي اللي تتماشى. فما حاجه اخرى مدام دنيا، سامحني حتى كان قصيت عليك. تفضل. اكثر حاجه تثير الاهتمام للصغير وانا تعلمتها ونجحت هي وجود الحيوان في الدار. اكثر حاجه تعلموا الاهتمام. وقت اللي صغير يشوف بوه عنده حيوان مربيه في الدار كيفاش لاهي بيه، راهو هذيك اكثر حاجه تعلموا الاهتمام. هذه معلومة يعني أنا متأكد منها 100%. وأنا زيد نأكدها لك علميا، اللي ديجا حتى في لي ميثود ثيرابوتيك، دونك الآليات العلاجية، عندنا سكون أبيل لازو ثيرابي اللي هو العلاج النفسي عن طريق الحيوان. من بين الحيوانات اللي تنجح برشا العلاج معاهم نلقاو القطط ونلقاو الحصن. دونك الحصان من سورتو اللي عندهم اضطرابات مزاجيه واضطرابات سلوكيه، راهو لا ثيرابي فيا الحصان دونك راهو عندها فوائد اسمها هورس كونسبت بالمصطلح الانجليزي. دونك لو هورس كونسبت اللي هو
التداوي العلاج النفسي والتداوي عن طريق من خلال الحيوان اللي هو الحصان، راهو الفوائد نتاعه معناها كبيره وكبيره برشا برشا. جرنا مهران الموضوع اخر ان شاء الله نتناولوها اكيد، خاطر ديما احنا ديما نقولوا الاولياء هما المحور الاساسي نتاع تربيه الصغيرات. موقع مهران مقترح هذا موضوع مهران ان شاء الله المره الجايه. هما حيوان مادام هو في المرتبه الاولى اللي يعلم الصغار الاهتمام والاعتماد على النفس والوفاء والصداقه هو حاشاكم الكلب. راهو الكلب يبدا عندك كلب في الدار وظلي مدريسي ويعرف شنو معناها، راهو صغيرك باش يوفر عليك انت صغيرك 50% من اللي انت باش تقدمه كابوه كأم. علاش؟ خاطر حسب الدراسات الاخرى مدام الكلب يعدي طاقه ايجابيه للصغار يحفزهم في برشا حاجات منهم النمو الفكري. يعني هذا موضوع ثاني باش نحكيو فيه ما نقصش عليكم ان شاء الله. نخليه اي عندك تدخل اخر مهران في ترمو موضوع نتاعنا اليوم. شكرا لك الفرصه وربي يبارك لكم في الموضوع هذا. يعطيك الصحة مهران على تدخلك معنا في ترتفاعل، طرحنا الحقيقة برشا نقاط ممكن من خلال المداخلة نتاع مهران. وديما نأكدوا احنا سونيا في كل موضوع تقريبا يتم تناوله بيان سور اللي خليه بعد إمنا اللي الميكرو كامل نحكيه مع سونيا دوك في العلاقة ديما بالأولياء. دوك هنايا قداش من مهم جدا الأولياء بعد ما يلوموش رواحهم ولا ما يلوموش صغيراتهم على طريقة التصرف نتاعهم، غيان كودي احنا قلنا العلاقة الأولية متاع صغيرات متاعنا بداية بالأولياء وبعد انتي مش تصيبوا في المجتمع. هي هذا هو اون فان كونت كيف ما قلنا نحن وديما ناكدوا نعاودوا اللي راهو الصغير دونك المدرسه الاولى نتاعو اللي راهي هو الام والبو دونك شنو باش تزرعوا فيه من لورا باش تحصدوا من بعد. اذا انت من الوالدين اللي تعول على الاساليب التربويه عن طريق التشجيع دونك اوتوماتيكمون حتى نمو الشخصيه نتاع صغيرك باش يكون معناها في احسن الاحوال نتاعها. اذا انت تستعمل اساليب تربويه اللي هو القعم او اضعاف تدخل لا فولونتي دونك الدافعيه والإرادة إتسيتيغا دوك أوتوماتيكمون شو باش تلقاه؟ باش تلقاه معناها صغير ما هو شغوف بحتى شيء، ما يعرفش روحه، ما هوش فاهم الميولات نتاعو، ما هوش مكتشف المهارات نتاعو، ما عندوش الشغف معناها للاكتشاف أو لخوض تجارب معينة. فوالا نقولوا لهم 70 035 120 وإلا 77 288 289 تدخلاتكم معنا اليوم في موضوعنا العمل التطوعي الأهمية والفوائد نتاعو على الفرد والمجتمع وخاصة الأهمية نتاعو على صغير غيرات نتاعنا. شنو هالفوائد اللي تنجموا تلقاوها؟ تدخلتكم معنا في هذا الإطار. مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى للأربعة.